يوم التقاعد حان والملتقى حان، في حفلة التكريم نادي الجزالي، مبروك للمتقاعدات بعد بلحان، معلمات وقدرهم فوق عالي. يوم التقاعد حان والملتقى حان، في حفلة التكريم نهد الجزالي، مبروك للمتقاعدات بعد بلحان، معلمات وقدرهم فوق عالي. متقاعدات اليوم والكل فرحان، من بعد خدمتهن سنين طوالي، نور الضياء تجاري لطيب عنوان، رمز التفاني والعطاء والمعاني. انجاز مشهود تشوفه الاعيان، وكل الله بصناه وفعول الجزالي، لعايشة خلوفة للجد عنوان، يفخر به التعليم اول وتالي، لها مسيرة حافلة شانها شان، باخلاقها وعطاها مضرب مثالي، حصة مشرقي بكل ميدان، حست على كل العلوم الجزالي، خلود علي الاجيال وفخر الاوطان، محبوبة للكل واغلى الغوالي، وسارة خالد من ماضي زمان، من ثانية للعلم باول وتالي، بالطيب والاخلاق ما مثلها انسان، وبعلمها الغنم تزيد اكتمالي، وخلود المجممين نور الاعيان، المبدع اللي تعتلي للمعالي، فعولها وتاريخها خير برهان، انها اصيله وبنت خير الرجال، وفاطمه خلوفه تشبه للمزان، في طيبها وعطاها دوم والفعالي، ورده جميله تفوح من احلى بستان، وابداعها جواز حدود الخيالي، ليله مبارك لها قدر نوشان، من ثاني بعملها في كل حال، يسير لها بالمجد بصمه وبرهان، فيها الخلق والطيب زين الخصالي، وختامها يسعدكم المولى سبحان، بالخير والتوفيق لكم دوم فالي.